عايزك كده تسمع معايا صوت الطرب، صوت الكراكلز بقى. سمعني كده، سمعني. احنا النهارده هنتكلم عن فئتين مالهمش اي علاقه ببعض، لكن الاتنين اجتمعوا في عربيه واحده. هي عربيه الماني، وهقول لك ليه. اول فئه هي الفئه اللي هي تحس ان هي ممله حبتين، عايز ينزل يدور عربيته ويمشي، يعني هو مش عايز اكتر من كده، عايز عربيه تكون صيانتها اي نعم مكلفه حبتين، لكن في نفس الوقت قطع غيارها تكون اعتماديه بشكل كبير. دي الفئه الاولى، فكك منها خالص بقى عشان احنا هنتكلم في الفئه الثانيه اللي هي فئه الشباب، اللي هي الفئه الناس اللي زي حالاتي، اللي هي بيحب العربيه تبقى واطيه على الارض، عربيه مجنطه حاطط لها مكنه كبيره، كراكلز، عده صوت، الكلام ده كله. تخيل بقى ان الفئتين دول اجتمعوا في عربيه اسمها سكودا اوكتافيا اي 4، عربيه تشيكي او الماني ما تعرفلاش هي ايه بالظبط. تعالوا بقى نشوف العربيه اللي معانا النهارده. خلينا في الاول نتكلم عن الاي 4. الاي 4 هي الجيل الاول من فئه اوكتافيا. العربيه دي نزلت سنه 1996 ونزلت بشكلين، الشكل اللي معانا ده وشكل تاني اقدم منه اللي هو نزل سنه 1996. الشكل ده اللي هو يعتبر شكل الكريستاله، وده اللي بينزل من سنه 2001. اي نعم ده الفيس ليفت بتاع الاي 4، لكن الفرق بينهم مش كبير، يعني لو بصيت لوش العربيه هتلاقيه مختلف عن العربيه اللي هي الشكل الاول في شكل الفوانيس بس، شكل الاكسدوم، الخطوط الحاده اللي هي اللي في جنب العربيه، الفوانيس من ورا. غير كده ممكن كمان اللي انت تغير شكل الجيل الاول اللي هو الشكل الاول اللي نزل بان انت تغير الماسك بتاع العربيه، اللي هو هتغير لها رفرفين، كبوت، واكسدوم، وهيركب عليه الفوانيس والشبكه عادي جدا، وبكده يبقى انت حولت العربيه من الشكل القديم للشكل اللي هو الفيس ليفت اللي هم بيسموه شكل الكريستاله. تعال بقى نتكلم عن المواتير اللي بتنزل في العربيه دي. اول موتور هو بينزل اللي هو 1400، اي نعم انا مش عارف هو بيطلع كام حصان، لكن انا هذكر لكم كده المواتير اللي بتنزل في العربيه بسرعه. اول موتور بينزل في الشكل الاول اللي بينزل اللي هو قبل الفيس ليفت ده بينزل 1400 وبينزل منه 1600. في بعد كده اللي هو الاشكال من 2001 لحد 2009 برضه بتنزل بمواتير 2600 وفي 1800 تربو اللي هو الفي ار اس. العربيه دي واخده شكل الفي ار اس او، لكن هي مش في ار اس. العربيه برضه بتنزل بموتور 2000 اي بي كي، وده اللي موجود في العربيه دي معانا النهارده. الموتور ده بيطلع حوالي 115-114 حصان، ويعتبر زيهم في النيوتن متر اللي هو العزم بتاع العربيه، لكن عزم العربيه ما بيبقاش قد كده علشان وزن العربيه العالي. يعني احنا بنتكلم في قد ايه؟ بنتكلم في، لكن هذكر لك السبب. سبب ان العربيه وزنها كده هو الشاسيه بتاع العربيه. الشاسيه بتاع العربيه معتمدين اعتماد كامل ان هم يخلوه صلب بطريقه يعني مش عايز اوصف لك. غير الشاسيه طبعا البادي بتاع العربيه، الصاج بتاع العربيه تحس ان هو مش زي العربيات الكوري والصيني والكلام ده، يعني صاج العربيه محمل بحيث ان هو يبقى مدي العربيه عوامل امان اكتر. بالنسبه للجيربوكس اللي بينزل في العربيه، هي بتنزل بجيربوكس مانوال 4 سرعات و5 سرعات، وفي الاوتوماتيك برضو 4 سرعات و5 سرعات، بس الفتيس اللي راكب في العربيه دي هو فتيس ال 2000 علشان هي فيها مكنه 2000 اي بي كي زي ما انا قلت. بالنسبه للموتور، الموتور ده متعدل له فايل كراكلز، والعربيه معموله من قدام لحد ورا ستريت بايب 2 بوصه ستانلس. عايزك كده تسمع معايا صوت الطرب، صوت الكراكلز بقى. سمعني كده، سمعني.
بالنسبه للعفشه هي بتنزل بعفشه ماكفيرسون امامي، بس العفشه بتاعتها يعني زي ما تقول هي ناشفه حبتين، بس ده مديها اعتماديه شويه علشان طبعا زي ما انتم عارفين الطرق المصريه محتاجه عفشه يعني محمله حبتين، وفي نفس الوقت زي ما ذكرت علشان وزن العربيه تقيل حبتين برضو، ف يعني تعتبر العفشه دي مناسبه للعربيه. طيب احنا كده اتكلمنا بشكل مبسط عن العربيه السكودا الاوكتافيا الاي 4، احنا بنتكلم في مبدا الستوك. تعالوا بقى نتكلم عن العربيه من وجهه نظر انا الشاب اللي عايز العربيه تبقى واطيه على الارض. اول حاجه هتقابلنا قدام هي الاكسدام الفي ار اس، ويعتبر من النوادر او ان انت تجيب الاكسدام ده. على فكرة الاكسدام ده مش فايبر، ده اكسدام اوريجينال بالفجات بتاعته بالشبكة بتاعته اللي هي عاملة شبه عش النحل دي. بالنسبة برضو الشبكة زي ما انتم شايفين العربية دي بتنزل بالعلامة اللي هي الخضراء. صاحبها هنا حاطط العلامة الجديدة اللي بتنزل في السكودا الفانتازيا. والشبكه زي ما انتم شايفين هي برضو الشبكه بتاعت الاي 4، لكن الشبكه بتاعتها هنا متعدله نفس شكل الاكسدام الفي ار اس من تحت، وطبعا العلامه الفي ار اس الحديد علامه مميزه جدا. والفوانيس بتاعتها هي فوانيس ستوك، يعني هي الفوانيس الستوك بتاعتها مش متعدل فيها اي حاجه. بالنسبه لجنب العربيه زي ما احنا بالنسبه للصاج والفيبرا هو مش متعدل فيه حاجات كتير، لكن لو بصينا على الجنط ده جنط روتي فورم 2 انش 8 قدام و9 ورا، ده مقاس 17 وراكب عليه كاوتش 205 45 قدام و215 45 ورا. اكتر من كده على وزن عربيه زي دي ممكن ياثر معايا على الكاوتش، انا بتكلم في حاله ان هو لو عايز اركب كاوتش اصغر مثلا سنه الموضوع مش هيبقى مريح. غير كده اصلا الكاوتش ال 45 برده مش مريح قوي، لكن في حاله عربيه انا عايزها تبقى ستانس فال 45 يعتبر مناسب قوي للعربيه زي دي. ولو بصينا هنا على الجنط مش هتلاقي الجنط بس هو اللي متعدل في العربيه دي، كمان لو بصينا جوه هنلاقي الطنابير بتاعت العربيه دي مش دي الطنابير اللي بتنزل فيها، هي بتنزل بمقاس اصغر شويه، لكن دي الطنابير بتاعت الار، يعني بالنسبه برضو المكنه 2000 اي بي كي برضو الى حد ما بتجري، فلازم برضو نراعي حته الفرامل. فصاحبها قرر ان هو يبدل الطنابير الستوك بتاعتها ويركب طنابير اكبر باجهزه فرامل اكبر، ودي الاجهزه اللي بتنزل في الار. لو جينا نتكلم بقى عن التعديلات بتاعت العربيه دي جوه، اول حاجه هتقابلنا هي الطاره دي. طبعا دي مش طاره سكودا ولا طاره في دبليو، دي الطاره بتاعت السيات الاف ار. زي ما انتم شايفين كده هو ما اكتفاش بس ان هو يركب الطاره بتاعت السيات، لا ده كمان عدلها كربون فايبر. يعني زي ما انتم شايفين دي مش بتنزل ستوك كده، برضو المقابض والجزء اللي فوق واللي تحت متعدل كربون فايبر، بس الرسمه كمان مختلفه، يعني تحس ان هي طاره سبيشال قوي ولايقه كمان على التابلو بتاع العربيه. وبالنسبه للصالون زي ما انتم شايفين كده ده صالون جلد بتاع الاودي مش بتاع السكودا. العربيه السكودا بتنزل عامه بكراسي الحركه بتاعتها مانوال مش كهرباء، الكراسي دي كهرباء، وزي ما انتم شايفين برضو قاعده في العربيه من غير اي تعديلات من غير ما يعدل في قواعد ولا اي حاجه، فده كان اختيار كويس قوي من صاحب العربيه ان هو يفكر ان هو يركب الصالون ده في العربيه. بالنسبه لعده الصوت، ودي تعتبر كماله النزاهه في العربيه والتعديل والكلام الحلو ده، فاحب اقول لكم ان عده الصوت اللي في العربيه دي متكونه من 8 سماعات ومعاهم بازوكتين كينويد 4000 واط، وفي كاسيت ورا كاروزيرا محطوط في الشنطه علشان ملوش مكان قدام، علشان صاحب العربيه حاطط كاسيت كينويد قدام برضو واخد المساحه اللي في الكونسوله اللي قدام. غير كده طبعا عده الصوت دي بتبقى مدعومه باتنين جي ام امريكي، وفي معاهم كابستور علشان طبعا ينظم الكهرباء اللي خارجه من البطاريه على السماعات. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده عن السكودا الاي 4 اللي كانت معانا النهارده بشكل الفي ار اس. يا ترى ايه رايكم في العربيه؟ يا ريت تسيبوا لي كومنت كده في التعليقات تقول لي ايه رايك في العربيه اللي كانت معانا النهارده، وما تنساش برضو تعمل لي لايك وسبسكرايب، يعني ادعمني بالله عليك. كان معاكم امير عبد العاطي وحلقه جديده من حلقات زيم وكار فلوج.